دلوقتي معادنا مع البورصة، وهنعرف مع بعض أداء المؤشرات الرئيسية خلال التعاملات مع الزميل مينا بشرى مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك يا مينا. مساء الخير يا رغدة. النهاردة البورصة المصرية استهلت التعاملات الصباحية على ارتفاع للمؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30، لكن بمرور جلسة التداول حصل تقليص للمكاسب الصباحية، وبختام التعاملات كان في تراجع لجميع المؤشرات نتيجة للعمليات البيعية من قبل المتعاملين المصريين والأفراد والأداء السلبي لبعض الأسهم القيادية. في البداية طبعا مع بعض مشاهدينا من على الشاشة الرئيسية الموجودة داخل قاعة التداول في البورصة أداء المؤشرات، وزي ما ظهر على الشاشة المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 سجل مستوى 9887 نقطة، وده بنسبة تراجع ب 91%. أما بالنسبة للمؤشر الثاني والخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة مؤشر اي جي اكس 70 سجل نسبة تراجع ب 2.30% علشان يسجل مستوى 2324 نقطة بختام التعاملات. اما بالنسبه للمؤشر الاوسع نطاقا مؤشر اي جي اكس 100 تراجع بنسبه 2.12% علشان يسجل مستوى 3263 نقطه. ومن اداء المؤشرات الى فئات المتعاملين من مصريين وعرب واجانب، فنسبه استحواذ المتعاملين المصريين اليوم سجلت 93% في مقابل 2% للمتعاملين العرب و5% للمتعاملين الاجانب. أما بالنسبة لأداء المؤسسات والأفراد، فنسبة استحواذ المؤسسات سجلت 76% في مقابل 24% للأفراد. أخيرا بالنسبة لأداء القطاعات وأنشطة اليوم من حيث قيم التداول والقطاعات اللي كان عليها عمليات شرائية وبيعية قوية، ففي المرتبة الأولى وكالمعتاد خلال الفترة الأخيرة بيتصدر قطاع الخدمات المالية غير مصرفية، يليه قطاع العقارات، في المرتبة الثالثة قطاع السياحة والترفيه، في المرتبة الرابعة قطاع المقاولات وإنشاءات هندسية، وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع رعاية صحية وأدوية. دي كانت أبرز التفاصيل والأرقام المتعلقة بجلسة اليوم تعاملات بداية هذا الأسبوع، ولكن نظرة تحليلية على أداء جلسة اليوم بينضم معنا على الهواء مباشرة الأستاذ حسام عيد خبير أسواق المال. أستاذ حسام، في البداية برحب بحضرتك معنا، تعقيبك على أداء جلسة التداول اليوم، وليه كان في تباين للمؤشر الرئيسي ما بين التعاملات الصباحية والارتفاع بعد كده عودة للهبوط مرة أخرى؟ طبعا زي ما تابعنا في اول الجلسه كان في مكاسب صباحيه، وقدرنا ان احنا نخترق مستوى المقاومه الرئيسي اللي هو ال 10000 نقطه. هو ده مقاومه نفسي ورئيسي، ولكن استمرار للاداء المتذبذب للمؤشرات البورصه المصريه واستمرار للاداء السلبي للاسهم القياديه حصل هبوط وكسر مستوى الدعم الرئيسي ل 10000 نقطه، وادى الى وصول قرب المستوى الثاني ل 9800 نتيجه طبعا عمليات بيع وهبوط والاداء السلبي للاسهم القياديه بالمؤشر الرئيسي. طب يعني السؤال اللي يمكن بيهتم بيه المتعاملين، ايه السبب القوي او ايه الاسباب القويه اللي دفعت البورصه لهذا المستوى تحديدا المؤشر الرئيسي؟ احنا عارفين ان باقي المؤشرات حققت قفزات قويه خلال الفتره اللي فاتت، لكن لو بالنسبه للمؤشر الرئيسي في خلال فتره مش كبيره تقريبا بنتكلم في 1000 نقطه تقريبا لحد دلوقتي، ايه السبب في ده؟ طبعا من اهم الاسباب اللي ادت بهبوط المؤشر وكسر مستويات الدعم الرئيسيه حركات بيع من المؤسسات الماليه وعدم فتح مراكز ماليه عند نقاط الدعم الرئيسيه للمؤشر. يعني هم عاملين ويتنج او انتظار لحين ثبات او انتهاء حركه تذبذبات المؤشر الرئيسي، ومن ثم يبداوا يفتحوا المراكز الماليه ويضخوا سيوله تاني عند مستويات دعم معينه. فده اللي ادى الى هبوط المؤشر الرئيسي وكسره لمستوى الدعم الرئيسي ال 10000 استمرار بيع المؤسسات الماليه. طيب تعقيبك على المؤشر ال70، يمكن مؤشر ال70 خلال الفتره اللي فاتت هو والاسهم المكونه ليه حقق ارتفاعات جيده، يمكن كان بيستهدف مستوى المقاومه 2400، لكن النهارده هو تقريبا باكثر من 2% هبوط. تعقيبك، هل دي عمليه جني ارباح ولا برضو متوقع ان المؤشر يسير لفتره ما في الاتجاه العرضي؟ طبعا النهارده في بدايه الجلسه كان في مكاسب للمؤشر ال30 وال70، وقدر المؤشر ال70 ان هو يخترق مستوى المقاومه ال2400، ولكن سرعان ما حصل عمليات جني ارباح قويه جدا بنفس حده الصعود للاسهم الخاصه بالاي جي اكس 70، حصل عمليات جني ارباح ادت الى الهبوط، بس يعني حتى كسر مستوى الدعم الاول ال2340 واستقر اعلى مستوى الدعم الثاني ال2300،
وده بسبب عمليات جني الارباح. اعتقد ان احنا اغلق الاي جي اكس 20 اعلى مستوى 2300، ده شيء جيد، نتمنى ان هو يستقر اعلى هذا المستوى على مدار الاربع جلسات القادمه لحد اخر الاسبوع، حتى نتاكد ان ايجابيه المؤشر، ودي عمليات تصحيح. اما لو كسرنا مستويات الدعم الرئيسي، مستوى الدعم الرئيسي ل 2300، هتبقى في خروج عنيف من الأسهم المضاربة مقابل الصعود العنيف اللي حصل في الفترة اللي فاتت، وأدت إلى صعوده مرة أخرى قرب المستوى التاريخي 2460 أو 2470. طيب بالنسبة بقى لأداء القطاعات، تعقيبك إيه عليها، وإيه أهم القطاعات اللي ممكن المتابعين والمستثمرين يركزوا على الفترة الحالية؟ طبعا عندنا من أنشط القطاعات اللي بتصدر دايما أنشط القطاعات في جلسات التداول على مدار فترة طويلة، قطاع الخدمات المالية غير مصرفية وقطاع العقارات. شايف ان احنا نتابع الاسهم في قطاع العقارات ونشوف مستويات الدعم الرئيسيه، ونبدا نفتح مراكز، جزء من المراكز مش لازم بنسبه 100%، نفتح جزء عند مستويات الدعم الرئيسيه، لان في توقيت هيحصل فيه ان الاسعار، مستويات الاسعار عند مستويات الدعم الرئيسيه هتكون جاذبه جدا للشراء، وهنشوف فيه عمليات ضخ سيوله كبيره جدا عند مستويات معينه من الدعم من قبل المؤسسات الماليه، وهنشوف حركه تصحيحيه صعود بالنسبة للمؤشر الرئيسي إن شاء الله. نعم، أستاذ حسام عيد خبير أسواق المال، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومشاهدينا تابعنا مع حضراتكم من داخل قاعة التداول في البورصة المصرية تفاصيل وأداء تعاملات بداية هذا الأسبوع. في النهاية بنشكركم على طيب المتابعة، وعودة إليك رغدة مرة أخرى. نعم، مينا بشرى مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا على الهواء مباشرة من مقر البورصة المصرية، شكرا لك ولضيفك الكريم.